مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وعلى طريقة إيناس عبدلي، اختارت بطلة مسلسل بنت البلاد الممثلة شيماء عطلة القفز من المظلة في الجزائر. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.